مقاتلون الأبطال، تجنبا للإصابة بفيروس كورونا يرجى الابتعاد عن التجمعات داخل المقرات العسكرية، مع ضرورة الالتزام بالتوصيات والإرشادات الصحية التي تحث عليها وزارة الصحة ومديرية الأمور الطبية العسكرية. على أخواني المقاتلين الالتزام بتعليمات وزارة الصحة ولجنة الصحة والسلامة العليا، والالتزام بهذه التعليمات، الابتعاد، لبس الكمامات، تنظيف وغسل الأيادي، أيضا عدم استخدام الأيادي يعني على الوجه وعلى العين وعلى الأنف، الالتزام بعدم المصافحة، وأيضا السلاح تنظيفه، المكتب، حتى المكتب والكتب والإدارة. أعتقد اليوم عندما نلتزم بهذه التعليمات نستطيع الابتعاد ووقاية أنفسنا من هذا الفيروس. تعاون المواطنون مع القوات الأمنية في تطبيق فرض حذر التجوال الصحي وتجنب التواجد في الأماكن العامة المزدحمة يسهم في المحافظة على سلامتكم وتحجيم هذا الفيروس القاتل. على المواطن أن يتعاون مع الأجهزة الأمنية والقوات العسكرية خلال تواجدها بفرض حظر التجوال الجزئي أو الشامل. الحظر هو ليس عقوبة للمواطن، وإنما هو حظر وقائي. يجب على المواطن أن يتعاون مع القوات الأمنية، مع أخواننا أيضا في وزارة الصحة، في الجيش الأبيض. مواطنون الأعزاء، قواتكم المسلحة منكم وإليكم، وتعمل دائما لخدمتكم.